السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جريدوان؟ عاملين ايه؟ النهاردة هناخد درس جديد وهو درس التحليل الصوتي. لكن قبل ما ناخد التحليل الصوتي لازم ناخد حركة جديدة مع الحركات الأربعة اللي احنا أخدناهم، وهي اسمها الشدة. حركة الشدة بتكون شبه ايه؟ بتكون شبه حرف السين لكن من غير طبق، وبتكون دايما فوق الكلمات، يعني فوق كل حرف. طيب يعني ايه شدة؟ يعني هي صوتين لحرف واحد، احداهما ساكن والاخر متحرك. يعني هي صوتين لحرف واحد بس، يعني حرف متكرر مرتين بصوتين مختلفين. اول واحد، اول صوت بيكون ساكن يعني عليه سكون، تاني صوت بيكون متحرك يعني عليه فتحة او كسرة او ضمة. طيب تعالوا نشوف كده كلمة بحرف مشدد. كلمة سبورة. كلمة سبورة. سبورة هنا الحرف المشدد بتاعنا هو حرف الباء، اهو حرف الباء عليه حركة الشدة، شكل الشدة شبه السين، وعليه ضمة يعني دي شدة مضمومة. يعني هيبقى عندنا حرف ساكن عليه سكون وحرف مضموم عليه ضمة، يبقى سبورة. سبورة اهو حرف الباء قلته بصوتين، صوت ساكن يعني عليه سكون. طبعا عشان اكتب حرف ساكن لازم اكتب قبله حرف متحرك عشان السكون نايمة وضعيفة وما تجيش لوحدها. طيب بو بو بورة اهي حرف الباء التاني عليه ضمة. طيب احنا ليه ما نكتبش الحرفين جنب بعض؟ يبقى سين باء باء واو راء تاء مربوطة زي ما هي مكتوبة تحت كده ونلزقهم كده. احنا بتوع العربي قلنا هنشد الحرفين مع بعض ونحط عليهم حركة، والحركة دي هتكون شايلة الصوتين اللي هي حركة الشدة، شايلة الصوت الساكن والصوت المضموم أو الصوت المتحرك عموما. طيب يبقى احنا كده عرفنا شكل الحرف بيكون ازاي وازاي بيتكتب. بيتكتب سين باء واو راء